لا انا انبسطت بالتجربه عموما. انا يمكن لما اتعرضت عليا التجربه من سبيل عبد الله اتخضيت وانبسطت الاثنين، لانه يعتبر اول فيلم رعب 3 دي على مستوى مصر والوطن العربي، والدور كوميدي، فده الخضة عموما، ان هو الكوميدي مع الرعب اصله لازم يتعمل بتكنيك معين، بحيث ان هو ما يطلعش المتفرج من الحاله اللي موجوده او المود اللي موجود ويؤدي دوره عموما. فبالتالي كان اللعب على شعره زي ما بيقولوا. طبعا كان في جلسات عمل بيني وبالاستاذ وائل عبد الله على الدور وشكل الدور وطريقه الاداء عامله ازاي. اللي بسطني طبعا او اللي حفزني ان انا اشارك في فيلم او تجربه ممتعه زي تجربه يوم 13، ان في ممثلين كتير جدا في العمل، زي ما بيقولوا كوكبه فنيه تتلألأ في سماء الفن، طبعا موجوده في الفيلم. فده طبعا حاجه جميله جدا، من اول طبعا الاستاذ شريف منير، دينا الشربيني، داود صديقي على المستوى الشخصي وانا بحبه فنيا جدا وبحترمه على المستوى الفني، في فيدرا، في زاهر، في اسامي كتير انا بس مش عايز انسى حد، كلهم زمايلي واخواتي طبعا. فبالتالي حاجه جميله جدا ان انت تشارك نجوم زي دول في فيلم زي دول. في الحياه بشكل عام الوحده، بحب انيس وجليس، ما بحبش اقعد لوحدي ابدا. لا ابدا، الحمد لله مفيش خوف، الحمد لله. لا انا بحب الافلام الكوميدي، ما بحبش الافلام الرعب لا الصراحه يعني. بس يعني التجربه يوم 13 بالنسبه لي تجربه مختلفه، لان هو تكنيك الفيلم ذات نفسه مختلف عن الافلام اللي احنا بنعملها، اللي هو تكنيك الثري دي. فبالتالي ليه تصوير بطريقه معينه، ليه اضاءه بشكل معين، ليه ديكور بشكل معين. طبعا استاذ وائل عبد الله عامل تحفه في الفيلم دوت، ان هو ازاي يجمع الاشخاص دول كلهم في مكان زي دوت ويعمل بيهم تجربه ممتعه زي ديت، طبعا حاجه جميله جدا. بص يعني هو مش طالما وصلنا لها خلاص الحمد لله، نكمل ماذا بعد، ان احنا نحاول نعمل احلى من اللي احنا عملناه. حته بقى متاخرين مش متاخرين، ده مش مدعى ان احنا نقعد نتكلم فيه، اهم حاجه ان احنا وصلنا للمستوى ده، فبالتالي نشوف اللي بعده على طول. اكتر لا او في كتير طبعا، استاذ شريف منير طبعا نجم كبير جدا، انا استمتعت بالشغل معاه طبعا. داود صديقي وفنان جميل جدا وفاهم جدا وقدر يحقق التجربه او يبقى على مستوى التجربه الكبير داود. دينا الشربيني انا بحبها جدا على المستوى الفني وهي صديقتي على المستوى الشخصي، فطبعا كان في كيمياء بيننا وبين بعض موجودين. طبعا وجود مغني، انسان جميل جدا وفنان رائع طبعا. زاهر طبعا حبيبي وصديقي، ناس كتير ما تخليش انسى حد لانهم كلهم اخواتي واصحابي، فبالتالي انا انبسطت بالتجربه عموما. اللهم صل على سيدنا محمد، اتمنى طبعا يزيد اكتر من كده، اتمنى يعني طبعا. يا ريت طبعا الناس تنزل تشوف الفيلم، لان هو تجربه فريده عموما يعني، على مستوى حتى المتلقي هو هيحس ان هي تجربه ما اتعملتش قبل كده في مصر. انا استمتعت بالتجربه جدا، لان طبعا يسرى فنانه كبيره جدا وميجا ستار الوطن العربي، فبالتالي حاجه جميله جدا ان انت كفنان كوميدي تمثل بجانب استاذه يسرى، طبعا دي حاجه جميله جدا. وكانت من ايام زمان خالص، من ايام يعني ما كنت لسه بقول يا هادي في المسرح والكلام ده كله، ان انا اتمنى ان اشتغل مع يسرى او الفنانه يسرى. طبعا عمرو صلاح انا مش اول مره اشتغل معاه، مخرج جميل جدا، مخرج محترم جدا، حافظ ادواته كويس، عارف يتعامل مع كم هؤلاء الممثلين او كم هؤلاء الكوميديانات باحكام، لان طبعا كوميديانات في لوكيشن واحد انت عندك مجموعه من الحيوانات المفترسه يعني، محتاجين مخرج يعني يعرف يتحكم فينا يعني. طبعا وجود شيماء طبعا ممثله جميله جدا وزميلتي طبعا، واشتغلنا مع بعض اعمال حلوه جدا من ضمنها لا لا لاند، فبالتالي في كيمياء بيننا وبين بعض حاجه جميله. طبعا شركه الانتاج استاذ جمال العدل طبعا شركه محترمه جدا. طبعا عنبه اول مره اشتغل معاه بس ممثل جميل جدا، طبعا لذيذ جدا جدا.
وعلى المستوى الشخصي محترم جدا وفنان قوي يعني. ادم الشرقاوي كان اول مره اشتغل معاه وانبسطت طبعا جدا بالتجربه معاه لان هو فنان جميل جدا، تحس ان هو اجنبي كده، فنان اجنبي يعني. ميان السيد طبعا بنوته شقيه، فطبعا حققت الدور كان لذيذ. فكل التوليفه عمون عملت مسلسل جميل جدا في رمضان. ألف حمد لله على السلامة، ويعني ما أعرفش بس يعني للفنانين عموما يعني ألف حمد لله على السلامة على أي حاجة. وصل بقى متأخر، وصل في ميعاده، أي حد يوصل يعني موجود معانا. حاليا بخلص تصوير مسلسل اللعبة الجزء الرابع، وفيلم اسمه كابتن جاك. كابتن جاك ده اخراج شادي علي. هو كابتن جاك محقق خاص بيتعكف قضيه في اطار بوليسي كوميدي، وفي الاخر بيحلها، فيعني كوميدي فرس. ميرسي يا حبيبي، ربنا يبارك لكم، وميرسي جدا لليوم السابع.